حبيبي. الدنيا كابسة كبس شتي برا. سلقت بيض قلت مشان الترويقة، ما بعرف هلا بعملها سندويشات او بحط على الطاولة وبنقعد بناكل. صراحة لسه ما قررت، رح اقطع حدهم شوية خيار وبندورة كمان. تعالوا فرجيكم دغري الطقس كيف بيقلب. شفتوا الشموسة طلعت؟ سبحان الله، بس تطلع الشمس بتحسوا بطاقة، بتحسوا خي الحمد لله، والله يبعث الخير ان شاء الله يا رب، الله يبعث الخير. بس سبحان الله طلعت الشمس بتعطي طاقة غير شكل. الله ريتو يسعد لي كل اوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف ألف ألف خير. أنت عم تشوفوا فيديو اليوم، كنت عم بتأكد من أغراضي بالشنطة إذا ضب كل شيء، لأنه طالعين هيك كم يوم لوين؟ عالضيعة. شايفين الطقس كيف؟ الطقس سماء وماء، ما شاء الله، الله يبارك. شو شتت الدنيا مثل ما فرجيتكم الصبح على شباك المطبخ. ما بعرف هون لأنه ما في شيء هيك ورا البيت، بتحسوا بس تشتت الدنيا كأنه شلال شلال نازل على زيز المطبخ، منظر كتير حلو. فهلا طالعين على الضيعة نعيش الأجواء الشتوية. إذا الواحد عن جد بده يعيش أجواء شتوية يطلع على الجرد، يطلع على الجبل، يطلع على بيت الجبل حد الصوبية. يا سلام لو كانت الصوبية حطب، عن جد يعني بتكون الأجواء غير شكل. فرح نطلع، فهمت صوت الشتاء؟ اكتبوا لي بالكومنتات كيف الطقس انتم عندكم. فرح نطلع وان شاء الله يا رب نوصل بالسلامه، واكيد اكيد رح زورها لام حسين، هذا الشيء لا شك فيه. تعالوا فرجيكم الطقس. سمعي صوت الشتاء؟ الله يبعث الخير. هلا نحن بطريقنا على الضيعة، ليكو هيدا وقفنا هون تنعبي بنزين. لفت نظري هيدا عم بيسوق بسكليتي على دولاب واحد. الله شطور ما شبه شي. ايه هي بسكليتي عادية بس مكسور نصها، يا حرام. شايفني عم صوره؟ الله ليكو الانسان بس بده يتسلى، بس بده هيك يعمل شيء يفرحه من اي شيء. ليكو بسكليتي مكسوره، بس والله خطره هيك على الطريق. يا ويلي عليك بين السيارات. يا حرام. وقربنا نوصل على الضيعة، شايفين الإطلالة؟ يا الله الضيعة ما أحلاها. الدنيا كابسة كبس شتي. ليكو بدي قلكم شغلي قبل ما اوصل على البيت، جيت على هذا محل الحلو قلت بدي اخد جاتو. ليش بدك تاخدي الجاتو يا ليلى؟ بدي اخده وروح لعند ام حسين، لانه لما عملنا حفلة المليونين ما قدرت هي تنزل لعندي، فحبي هلا انه احتفل معه. عم نفكر اي واحد ناخد، هيدا ولا هيدا صغير؟ هيدا اكبر واحد، حناخد هيدا.
نحن وناطرين يجهزوا لنا الجاتو لندوق الكلير. طيبين بس. اكتب لكم النص. ام حسين بتستاهل كل خير. انا كثير كنت حابه انها لو كانت معنا، بس بقدر لها ظروفها انها ما قدرت تجي، و رح ناخذ الكيك ونروح لعندها. من هون ايوه بالنص ما هيك. تو مليون. قلنا بدنا نعملها 2 مليون 2 و6 صفار، بس ما بيقدي مساحة القالب، فكتبناها 2 وام 2 مليون. وهي ليكو القوس قزح. على فكرة هيدي ما بقى استرجي اقول قوس قزح، لأنه مرة قلت قوس قزح قالوا لي اسمه قوس الرحمن، وفي ناس كتبت لي اسمه قوس الله، فبدنا نسميه من هلأ ورايح قوس الله. رأيت انه بسموه قوس قزح، يعني قوس الشيطان، يعني قزح يعني هو شيطان. ما بعرف اول مره بعرف انه قزح يعني شيطان، وانا كمان اول مره بسمع بهذا الشيء. بس قد ايش شكله حلو. لا بيقولوا عن شخص مثلا قزحي العينين. شو يعني قزحي العينين؟ شو يعني قزحي العينين؟ يعني عيونه ما انا معرف الوانها شو، ملونه حلو كثير يعني. شو رأي الشيطان باللون الحلو والجمال؟ والله ما بعرف صح ولا لا. منطقيا الشغله منطقيا، يعني لما يكون الانسان عنده قزحيه العينين يعني عيونه كثير حلوه. الشيطان عيونه حلوه تيكون عيونه شيطانيه، فاذا لا. طب نحن حنقول قوس الرحمن. عجبني الاسم اكثر من قوس قزح. هلا قوس قزح تعودنا عليها من نحن وصغار، بس قوس الرحمن يعني كمان حلو كثير. قوس الرحمن او قوس وقوس الله. يلا رح نوصل. يعني كأنك عم تقول مثلا كمان انه غيوم الله مثلا، او غيوم الرحمن، او بحر الله. ما هو كل شيء يعني كل شيء لا الله، كل شيء ما هو كل شيء خلق الله. كلنا يعني كل شيء موجود بالوجود كله هو من خلق يعني. الله. على فكرة حكيتها لأم حسين هلا تليفون، قلت لها انا جاي لعندك، بس ما قلت لها انه جاي بجاتو ل 2 مليون وعبالنا نحتفل معك. لا ماني جايبت لها سيري ابدا ابدا ابدا، تركي لها اياها مفاجأة. دقيقتين ومنكون ببيتها لأم حسين. ليلى عن جد عن جد، انه شو السر سبحان الله؟ ليش القوس قزح هيك بهالطريقة؟ كيف يعني؟ يعني ليش بينطلق من هالنقطة وبينتهي بنقطة ثانية؟ وليش بوقت معين؟ ليش بهالشكل؟ انه هلا كل شيء العلم قدم تفسيرات لها، بس فعليا ما له مقنع. سبحان الله شكله بخليك تقول سبحان الله. كله ابي حاولوا يقدموا تفسيرات لها، بس ما حقيقه ما ولا شيء علمي فيه ابدا. بيقول لك والله انعكاس الضوء وجزيئات وما بعرف شو. طيب ليش بهالطريقه الهندسيه بالضبط؟ يعني شو السبب؟ هو على شكل قوس يعني بيجي نص دائره، والاحمر من فوق والازرق والاخضر من تحت، الاصفر بالنص. يعني سبحان الله ليش جاي لك ليه يعني كانه مرسوم رسم سبحان الله، وفوق هيك بيروح صح يعني بيروح بيجي بيستفي. سبحان الله. وصلنا لعند ام حسين. طبعا انا سلمت عليها وبوستها، وشوفوا كيف لقيتها ام حسين. اهلا فيكم. لقيتها قاعده عم بتلف الورق العنب. ام حسين كيفك؟ والله الحمد لله مشتاق لكم. لك انا مشتاق لك. نعم من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كل ساعه. كنا منيحه لصرنا احسن. يا عمري انت ما احلى حكيتها لام حسين، كنا منيحه لصرنا احسن، والله انا يلي صرت احسن. الحمد لله رب العالمين، صرت احسن شوفتكم والله. يا عمري الله يعطيك الصحه والقوه. نور البيت بوجودكم والله. حبيبة قلبي منور بصحابه. الله يبارك ليكو الصوبية، ليكو أجواء الشتوية، ليكو ما أحلاها هالصوبية. أم حسين أنا جبت وحدة مثلها، أكيد أنت شفتيها. إيه شفتها هلا خليها للصبح. إيه هيدي حديد، هيدي اسم الله يعني بتجي قوية. أنا جبتها لبرا مشان إذا بدنا نقلي نشوي. لا هي ما بعرف إذا بيمشي الشوي عليها. حتى إذا كان في شتي فيك تنقليها لتحت الدروة.
اذا كان في شيء اللي بدك تقلي برا ايه تقلي لتحت الدار تحت البراندة يكون في فوق سقف يعني. ايوه ايه يعني بتقلي بطبيعه بكل الريحه. هلا شيلينا من هالحكي، انت كيفك؟ والله مشتاقه لكم كثير. قد ايه المتابعين بيسالوا عنك ومشتاقين لك؟ كثير كثير مشتاقه لكم والله، انت والمتابعين وكلكم سوا. يا الله بيضلوا يقولوا لي ليلى امتى بدك تطلعي على الضيعه؟ الحمد لله. ليلى امتى بدك تروحي تصوري مع ام حسين؟ ما حدا بيمشي الا ما الله يمشي، كل شيء الوقت. الله يسلم تمك. يا رب ليلى. دخلك ام حسين، هذا الورق بشو مكبوس؟ مفرز ولا مكبوس ولا؟ لا مفرز، انا تعصدت اعمل مي وملح لانه المي وملح بياخذ بالغالي احسن وبيعقد اكثر. اكيد هذا شغل ايدك. اي اكيد 100%. ايه انا كبسته بمي وملح. بس مي وملح؟ ايه بس مي وملح فقط لا غير، ولا يعني انا ما بحط له يعني هول هن ميته ما هيك؟ ايه هذا بعد السلق. اه بترجع بتسلقيه؟ ايه اكيد بسلقه وبغسله اول شيء، برجع بسلقه وبرجع بنقعه كمان بالمي كذا مره، بغير له مرتين ثلاثه مي مشان يحلى. وهلا انا وقت الطبيخ ما بحط له ملح كامل، يعني بشوف بدوق الطبخه وبرجع بملحها على اساس الذوق. ليكن لف شو متقن وشو مقنتك وشو مرتب. ام حسين شو الحشوه اللي بتحشي فيها؟ لنشوف حشوتك مثل حشوتنا؟ ورز مصري. لحمة غنم؟ ايه ورز مصري وسبع بهارات وبهار اسود بس إيه فقط لا غير. ورشة ملح لانه الحشو اجباري بدها ملح، لو كنت عامل ورق عنب بمي وملح بحط لها رشة لانه المي تبع الورق بيروح بالمي. لانه بترجعي بتسلقي. بالغالي. يسعي ليكو ام حسين هون شو عاملة؟ حطها خليها ميات مشان ارجع اسلق فيها، اذا شدوا او اذا اجت ورق برجع بحطها ملاقيها موجودة. اذا لقيتي شي ورقة شادة يعني ايه. بترجعي بتسلقيها. ايه. اذا اجت ورق كمان برجع بسلق غيرن بلاقي لك. هلا بدنا نقضيها عم نلف ورق عنب ولا بدنا نقوم نحتفل نحن وياكي؟ بدك اياه بنعمله. انا قلت لهم انه انا حكيتها لام حسين قبل الاحتفال بالمليونين. ايه. والله كان بودي شاركك الفرحة والله، بس سبحان الله ما حدا بيمشي الا ما الله يمشي معه. اكيد. وظروفي ما بتسمح لي بتعرفي انت. يعني اكيد انا بقدر. الناس انت بتعرفينا. اكيد اكيد يا ام حسين. يعني انا فرحتك هي فرحتي انا والله. يا عمري يا عمري انت. والله حكيتها قبل الاحتفال قلت لها يا ام حسين انا كثير رح اكون مبسوطة اذا انت بتكوني موجودة. فانا بعرف ظروفها لام حسين يعني. كل واحد عنده ظروفه. على فكرة اي ساعة انا حكيتكم الصبح حكيت المتابعين الصبح قلت لهم انا طالعه من البيت هلا رح تغيب الشمس تفرجيكم الطقس برا يعني ليكون الصور تخنيت الصوبي حتغيب الشمس يعني ما في كم دقيقه بتغيب الشمس وبيقدن المغرب فمشوار كتير طويل اولا من الضيعه لطرابلس و ام حسين صحيح القعده كانت ناقصتك بس نحن هلا بدنا نعوضها ان شاء الله انا معك لو كنت مني معك بس انا معك اكيد اكيد وأنا اكيد وانا احضرك يعني كاني كنت موجوده معكم حبيبه قلبي ما كنا حطينا على الطاولة احسن من الصدر نحن جايين لنقعد حد الصوبية ما بدنا لا طاولة ولا كراسي عم تشعل الصوبي الانسان لانه الطقس مرمور اللي شعلت انا بس لانه بس اغفل عنا دقيقه خاطري هلا بيقولوا لي يا ليلى انت مرايك بس شو تفتحي الباب جميل عملي معرف بس ما حمي يا بتول عم بعد امرك بدها تشعيل من جديد هي والله ام حسين قالت بدنا نحط طاوله وكراسي ونقعد و قلت لها لا يا عمي انا جاي على الضيعه مشان صوبيت الحطب هلا اكيد جاي مشان نشوفها لام حسين بس ما في احلى من القعده والاجواء حد هالصوبية عن جد بسم الله الرحمن الرحيم قنينه الفلاش ما بنكبيها بنستعملها لشو؟ هي قنينه فلاش للميزوت اه فيها ميزوت ايه ما شاء الله وهي شعلت بسم الله بسم الله بسم الله حطي على صحن احلى شيء هالشطوره يا ام حسين اي صفوه بتوقع اي شيء بيوقع واي زباله بتطلع بتنحط بقلب الصوبيه والله يا ام حسين بوجود هالصوبية الحمد لله رب ما منقصت لك الزبالة بنطبخ بنشحط بنتدفى
يعني مثل ما بيقولوا تياس ثلاثة كل شيء. ايه مزبوط. يا الله ما اطيب عن جد هيك يكون في طنجرة ملفوف. ايه هلا بيقولوا لي هذاك النهار كنتي عاملة ملفوف يا ليلى. انا بطيت اطبخه هون كمان على السوبي. ايه. يا الله شو حلو. بالليل بحط لها حطة سنديين وبترك علي مثل الفحمة. شو حلو. بتضلها كل الليل تكتك على مهلها. نحن بنقول لهم يا ام حسين بنقول لهم بنعمل الورق عنب على كم ساعة؟ انا بقول لهم يومين او 12 ساعة او 16 ساعة. مضبوط. في ناس بتستغرب بتقول لا لا ما بدها هالقد. اجمالا الورق لما بيكون مكبوس بالمي وملح لا ام بلا بده سلق. كل ما حطيت له كل ما عقد وكل ما غلي احسن. مضبوط. هلا اجمالا في اتكل خلال ساعتين ثلاثة بس صح بتسل وسلق. ايه بس ما بيطلع طيب كمان. ما بيطلع سلق عن جد 10 12 ساعة. مضبوط بيطلع طعمته غير. ايه يعني والله انا كان الود ودي الود ودي انه ام حسين تكون نزلت بس برجع بعيد وبزيد انه انا بقدر لها ظروفها. الف مليون مبروك يا عمري. ان شاء الله لما بتحتفل نحن وياك ان شاء الله بال100 مليون مو شيء يا عمري يا حبيبه قلبي. ان شاء الله يا رب بوجودك. الله كريم بوجودك انت وابو حسين ان شاء الله والسميع العليم. ليكي مع الاسف هذا المحل اللي جبنا منه الكيك هالمره حاطط لنا شو اسمه الكرتوني على قد الكيكه ابدا عقدم. ليكو كيف لزقت من هون فالمحل ما كان يكفي. ما جنب هادي ايه شوي من هون على جنب ملزق. يلا يا فرح نقطع الكيك. نحن صراحة حطي هيك الصور عليه. لو حطي ايدك مع ايدي ام حسين بسم الله ان شاء الله. يا رب امين رب العالمين. اول قطعة لام حسين مع فريز دعمنا لها القطعة. يا سلام بدنا شي شغلة هيك نشيل فيها. جيبي هذه ال جيبي ال الأحف شو اسمه هذا؟ المجرود. كل مرة أنا بسميه شي بيقولوا لي ليلى ما اسمه هيك. بقول عن الكافكير بيقولوا لي ما اسمه كافكير. بقول ماخر في بيقولوا لي ما اسمه ماخر في. فهي بيشيل فيها الجاتو شو اسمه؟ بيشيلوا أداة شيل الجاتو. أداة شيل الجاتو. مش هيك كان من عنده كمان نحن هو المشحاف لل لحف البطون بس رح تعمل له المشحاف لحف البطون. لا حتى الحلويات يا ام حسين بحطوها كمان للحلويات للهريسه بتشيل فيها الهريسه. أيوة. الكنافه بيستعملوا مشحاف. صحيح. واحلى شيء هول البلاستيك خي ما في جلي من بعد اهم شيء ما في جلي اهم شيء. بيعرفوني كثير بحب الجلي. هيدي قولوا لنا شو اسمه؟ مشحاف. مشحاف مشحاف عم بتقول ام حسين اسمها مشحاف. ليه بس من المحاف. ان شاء الله يا ام حسين عقبال كل مليون بيزيد بوجودي تنوري هالقناه. الله ينورك بالايمان والتقوى ان شاء الله حبيبه قلبي. سلم هالديات ان شاء الله. ريتو الف صحه وعافيه. صحه وعافيه يا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه من ايدين ما نعدم يا ام حسين هالشيات احلى سهره. حد الصوبية شوية. حد الصوبية. ايه والله صح وقالت انا يا ميت اهلين وسهلين. يا اهلا وسهلا فيكي. يلا ان شاء الله يومتي اللي بدك تنزلي لعندي يا ام حسين نعمل ورق عنب عنا ان شاء الله باذن الله. هالشيات انعملوا هلا على الصوبية على صوبية الحطب. بتعملوا ورق عنب ولا كبة مشوية؟ ما بعرف يلي بتقولوا ام حسين. شو يا ام حسين ورق عنب ولا كبه مشويه؟ كله منيح كله طيب كله طيب المهم نعمل اكل. المهم مع الناس اللي نفسيتنا بترتاح معها لو خبزه وزيتوني عن جد بيكون طيب. الحمد لله. هلا هي بتضل هيك يا ام حسين؟ ايه هي بتضل مفتوحه. اذا سكرناها بتطفي لحالها بتعمل وبتطفى لانه بدها تاخذ نفس. يعني غلط نسكر هيدي الحديده طبعا. ليكو حتى في هيدي لله عاملينها بهذا الشكل. هاد لفرجيكم اياه شايفين كيف هيدي بيحركوا فيها الغطا تاع الصوبيه فبتفضل ام حسين هذا الغطا ما يتسكر. انا اذا بكون بدي نقوسه وبدي مع مين عم بشتغل علي وبدي اياها تكون خفيفه شوي بحط لها الطبق. اذا بدك اياها النار خفيفه. أيوة. بتسكريها. أيوة فهمت عليكي. خفت النار علي. لكن أنا حبايب قلبي مع هالسهرة الحلوة أنا رح أنهي الفيديو تبعنا لليوم هون ورح أعمل جهدي وأسألكم يومياتي هون بالضيعة مع حبيبة قلبي وإختي أم حسين. أي أهلا فيكي. احتمال احتمال ها احتمال عبكرة هيك نعملنا هيك شي ترويقة مع بعض. إذا صار هالشي أكيد رح صور لكم ورح وسألكم اللحظات.
باذن الله. حبايب قلبي بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم هالفيديو، اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالزر الاحمر تنكبر عائلتنا، واعملوا شير للفيديو تيوصل لاكبر كميه ممكنه. فاخر شيء بدي اقول اني بحبكم كثير وبنلتقى بفيديو جديد باذن الله. باي. شو اكثر شيء بتحبوا ليلى بس تجي لعند ام حسين؟ فتح الصوبي. فتح الصوبي، مرة ليلى تفتح الصوبي. ما شاء الله، شوف هالمنظر. إذا بتكون الدنيا برا عم تتلج تلج بتحسوا بالدفى. بس رح سكرها دغري مشان الدخنة لأنه بتطلع دخنة. في عنا هيدي مفرودة مثلا. هاي مفرودة. فرودة؟ إيه. شو يعني؟ يعني مفتوحة من الهواء. ايه. وهي مغزوة، بدل ما نكب هي ما بنكبيها، بنحطها هيك وبنسكر. فرجيني فرجيني اللي كعبها ام حسين. انه هيك هي بنحطها هيك بتسكر كل شيء، بنرجع بنلف عليه كانها احلى ورقة بالعلي. كانه شيء لم يحدث. شفتي؟ ما شاء الله. انا بدي فرجيكم اللف اللي عم تلفه ام حسين يلي كل ورقة واختها. شيء. ابدا ليكم. شو رأيكم؟ يخزل العين ما شاء الله، كأنه لف مكانات.